دوره البطولي نتيجة لما قدمه لبلده. ورفض الشيخ سالم، رفض أهالي سيناء، رفض شيوخ سيناء إنهم يسمعوا للعدو الإسرائيلي، وقرروا في نفس الوقت إن احنا مع مصر لن نترك سيناء لإسرائيل. ومن هذه اللحظة كل سنة بنحتفل بمؤتمر الصمود والتحدي، لا تنسوا أبدا. هذا يوم عظيم جدا، خلي بال حضراتكم، اليوم ده يوم مهم جدا لازم نحتفل بيه كلنا، اللي هو بكرة. النهاردة كان الاحتفالية كنا حاضرينها، وبكرة كمان عندهم احتفالية أخرى هنبقى حاضرينها إن شاء الله. نتابع ماذا جاء في احتفالية يوم مؤتمر الصمود والتحدي بعد 56 سنة على موقف عظيم جدا للشيخ سالم الهرش وكل شيوخ سيناء وقبائل سيناء ورجال سيناء وأبناء سيناء، لهم كل التحية مرة تانية عندما وجهوا صفحة مدوية للعدو الإسرائيلي. نتابع. في إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر وبحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وعدد من قادة القوات المسلحة، نظم مركز ومدينة الحسنة التابع للمحافظة احتفالا حاشدا لإحياء الذكرى 56 لمؤتمر الحسنة، مؤتمر صمود أبناء سيناء ضد محاولة إسرائيل لتدويل سيناء، والذي رفض فيه مشايخ وعواقل ورموز أهالي سيناء الانفصال عن مصر وتمسكوا بمصرياتهم أمام ممثلي الدول ووسائل الإعلام الدولية. ما فيش دولة في العالم حاربت أربع خمس حروب نظامية، 48 و56 و67 والاستنزاف و73، ثم دخلت حرب إرهاب وأول دولة تتخلص من الإرهاب، ودخلنا المعركة الأكبر من كل هذه المعارك وهي معركة التنمية وإعادة بناء الدولة. اللي استوقفني في هذه المناسبة ان احنا عندنا مناسبات وطنية كتير، عيد السويس، انتصارات اكتوبر، كثيرا من المناسبات والاعياد الوطنية يعني. طيب احنا معلش هذا الكلام هل راح للجيل الحديث؟ هل الطفل اللي هو في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي عارف الكلام ده بتفاصيله وعارف البطولات اللي قدمها قبل كده اباؤه واجداده؟ ده دورنا هنا كمحافظة ان احنا نبدأ نرجع للتاريخ بقوة. قصة صغيرة من بطل زي المنسي ولا سالم الهرش ولا الأبطال اللي عدوا علينا دول بنستمد منها الكثير، وبالتالي فعلا هذه الروح موجودة في مصر منذ القدم وما زالت موجودة، وده اللي احنا الحمد لله شغالين بيه يعني. احتفل معكم وبكم بالذكرى 56 لمؤتمر الحسنة العظيم الذي برهن فيه شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء مدى حبهم وانتمائهم لوطنهم العظيم مصر ورفعتهم ورفضهم لإملاءات الكيان الصهيوني بالرغم من وجودهم تحت ضغوط وممارسات الاحتلال. وهذا النصر العظيم الذي بيدرس بالأكاديميات العالمية دائما، هذا النصر العظيم بدأ أبناء سيناء بالتنسيق مع محافظ الإقليم بانتقام احتفالية في آخر شهر أكتوبر لهذه الذكرى العظيمة، حينما وقفوا أبناء سيناء جميعا وحطموا الفكرة الصهيونية على صخرة إيمانية وطنية قوية ومتينة. أبناء سيناء وجهوا الضربة القوية والصفعة التي أزعجت الإسرائيليين حينما أعلنوا بكل قوة وبكل اقتدار أن سيناء مصرية وستظل مصرية، والذي يتحدث عن سيناء هو الرئيس جمال عبد الناصر. هذا الجزء الغالي من تاريخنا، هذا العمل الذي يمثل وفاء وانتماء أبناء سيناء، إنما نحرص على ذكراه وتخليد هذه الذكرى ونؤكد أنها جزء أصيل من تاريخنا المشرف. شرايين الحياة التي نعتبرها الطرق المعتادة اللي يفترض أنها تسهل سبل الوصول، في السابق لم تكن هناك بالطرق التي نراها الآن. يعني حضرتك أنت أتيت مثلا من القاهرة وصولا إلى الجفجافة عبر معدية نمرة 6 أو أنفاق تحيا مصر بصفة أساسية، فالعبور أصبح سهل وميسر، لكن في السابق لم يكن بهذه الحالة. نحن أتينا من منطقة بئر العبد إلى منطقة الجفجافة في مدة زمنية وجيزة في طريق مزدوج رابط بين الشمال والوسط والجنوب،
بمسافة 160 كيلو، يعني من بئر العبد الطريق الساحلي إلى طريق وسط سيناء في الجفجافة، ثم إلى الطريق الجنوبي اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي وصولا إلى نخل، ثم إلى جنوب سيناء، فأصبحت الطرق سهلة وميسرة، وبالتالي يعتبر عنوان بسيط للطفرة التنموية التي لاحظناها في الآونة الأخيرة. احنا بنوجه التحية والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني ياخذ بيده في ظل الأمواج الهادرة والعواصف العاتية في بتحيط المنطقة. والتحية واجبة لقواتنا المسلحة الشهداء وأسرهم والمحاربين المقاتلين الآن، لأن أكتوبر بيرتبط بقوات مسلحة، قوات مسلحة فخر العرب والدرع والسيف لمقدرات مصر والأمة العربية، بل يمكن نقول أفريقيا كمان تدخل معنا، لأن مصر بتتأثر بمحيط الأفريقي والعربي. الشعب المصري العظيم اللي هو سر النجاح التفافه حول القيادة وحول قوات المسلحة وقوات الشرطة كأمن، يمكن دي من أحد العناصر المهمة للنجاح قواتنا المسلحة في التصدي لكل مخططات بتحاول تنال من هيبة مصر وكرامة مصر ومقدرات مصر. صمد أهالي سيناء أمام كافة مخططات العدو وتمسكوا بالهوية المصرية ودعموا قواتهم المسلحة والقيادة السياسية وضحوا بالغالي والنفيس وقدموا شهداء وساندوا القوات المسلحة خلف خطوط العدو وفي ميدان المعركة إلى أن تحقق النصر في أكتوبر عام 73، وهي سيناء اليوم تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة تليق بأبناء سيناء. احنا عاشقة كبيرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما تولى يعني الحكم، الحمد لله ربط سيناء بمدن القناة، شايفين الأنفاق، شايفين الطرق، شايفين السك الحديد اللي هي بقى لها يعني من سنة 67 ما اشتغلت. طبعا برضو نشكر الفريق كامل الوزير على المجهود الكبير، وطبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي انتوا جايين وشايفين الطرق ازاي، بسم الله ما شاء الله، مشاريع الزراعيه اللي داخله علينا، زراعه 500 الف فدان في وسط سيناء، المشاريع التنمويه، يعني حاجه عايز لي ساعه واكثر من ساعه لو هتكلم معاك فيها. الذكرى دي طبعا ذكرى يوم انتماء والولاء، يعني بقدم فيه التهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بعد السنوات العديده في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت سيناء تنميه حقيقيه على ارضها لم تشهدها منذ سنوات عديدة. شفنا الطرق الجديدة، شفنا المحطات الكهرباء، شفنا محطات تحلية المياه لأن سيناء بتفتقر للمياه الصالحة للشرب، شفنا يعني نقل المياه من تحلية المعالجة من صرف بحر البقر لسيناء لزراعة 500 ألف فدان. يعني أهالي سيناء يقدمون الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الغير مسبوقة على أرض سيناء. النهاردة بنهني الشعب المصري كله وأهالينا في سيناء في ذكرى اللي هو المؤتمر الحسنة اللي هو تدويل سيناء، واللي فيه أهالي سيناء كلهم رفضوا تدويل سيناء وقالوا أن سيناء دي قطعة غالية من أرض مصر وتابعة لمصر ولن تنفصل عنها أبدا ذرة رمل واحدة من سيناء. طبعا التنمية في سيناء فندم في هذه الذكرى احنا بنهني الشعب المصري كله، وان سيناء بدأت فيها التنمية وخصوصا من خلال 10 سنوات تم فيها تنمية بطفرة كبيرة جدا لم تحدث منذ اكثر من 60 سنة، حيث تم ربط سيناء باكثر من بالوطن الام باكثر من 6 انفاق، حيث كان في نفق واحد قبل 2014، النهارده في 6 انفاق، في طرق العملاقة اللي تربط سيناء بكل الوادي ومحافظات الوادي، التنمية على كل الاصعدة سواء في البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وشبكات وغاز. ما زالت احتفالات المصريين وأبناء الوطن العربي مستمرة بذكرى انتصارات أكتوبر، ذلك الشهر الذي أذل الله فيه الصهاينة على أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من أرض الفيروز، أرض سيناء الحبيبة، كنت معكم محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.